سلام الله عليكم، تحياتي. معكم الدكتور محمود جميل عبد الله صوص، أخصائي علاج طبيعي وتأهيل. حنحكي اليوم عن مشكلة رئيسية، ألا وهي مشكلة الشخير أو الصوت الذي نخرجه من الجيوب الأنفية أو من الفم أو من البلعوم بشكل مضر ومزعج للبعض وللكثيرين، وخصوصا للناس اللي محيطين في الناس اللي في عندهم مشكلة الشخير. الشخير بحد ذاته هو تضيق في الأقنية الهوائية في مجال مسارها، سواء بتدخل من الجيوب الأنفية، من منطقة اليمين، منطقة اليسار. الجيوب الأنفية تمتد لمنطقة سقف الحلق، سقف الجيوب الأنفية في 8 حجرات. هذه الحجرات بتكون موزعة 4 على اليمين 4 على الشمال، والهواء يرطب من الأغشية المحيطة في الجيوب الأنفية اللي هي أغشية لعابية، أغشية بتفرز اللعاب اللي هو جهاز مناعي رئيسي لقتل البكتيريا. وكمان من في الجيوب الأنفية في عنا اللحمة أو ال 6 لحمات أنفية موجودة، 3 في اليمين 3 في الشمال، وهي هدفها الرئيسي تحمية الهواء. يعني الهواء البارد إذا تنفسنا هواء بارد بصير في تضخم في اللحمات الأنفية. بنزل لتحت شوي بنلاحظ البلعوم، قبل البلعوم طبعا في الحنجرة، هذه كلها الأنابيب والأغشية، هذه عضلات، العضلات موصلة لها أعصاب، العضلات محاطة في الأغشية المخاطية. فأي مشكلة في العصب بصير في عنا احتقانات وبصير في عنا شخير، أي مشكلة في العضلات نفسها بصير في انقباضات، بصير في عنا شخير، أي مشكلة في زيادة البلع اللعاب هيعمل احتقانات، وأي احتقانات بتكون بتعطي الشخير. إذا بننزل لتحت شوي بتكون في الرئتين الأزمة، التقلصات اللي بتصير في الشعب الهوائية وفي القصبات الهوائية، هذه كمان بتعطي أصوات، بس هي بنحكي لها أمراض تانية عزيز أسمى، يعني ما بندخلها في موضوع الشخير بشكل كبير. أوكي، طيب، إذا هاي الحالة مش هي فقط عملية تضيقات والصوت، بيرجع لإلها مشاكل كبيرة، مشاكل بتدلنا إنه في عندي احتقانات في الجيوب الأنفية، في عندي التهابات حادة، في عندي التهابات ممكن واحتقانات.